هكذا كانت مملكة أمين للنحل قبل سنوات، خلايا كثيرة وإنتاج وفير، وبشراسة تهاجم كل من يحاول الاقتراب منها أو تفقدها. تنتابك الصدمة وأنت تزور أمين في منطقة الضباب لتشاهد كيف أدت الحرب إلى تلف وتدمير عشرات خلايا النحل التي كان يمتلكها. الحسرة واضحة على ملامحه وتحكي الكثير من المعاناة والألم. صعوبة التحرك ونقل خلايا النحل إلى المراعي، بالإضافة إلى تسمم النحل بفعل التلوث الذي أصاب منطقة الضباب بفعل الحرب، وأسباب أخرى أسهمت في تدمير عشرات النحالين الذين أصبحت مهنتهم مهددة بالانقراض بحسب تقرير صادر عن الصليب الأحمر. في سنوات الصراع الممتدة إلى 8 سنوات، من 7 إلى 8 سنوات، تجد أنه أسوأ يوم كان يوم حط صاروخ ما بين النحل في موقع تربية النحل. طبعا على إثره بدأت الـ3 سنوات أو الـ4 سنوات هذه الأخيرة أفقد على إثره، فقدت أكثر من النصف المنحل، أكثر من 60% من النحل. أيضا بالنسبة لهذا الأسوأ أنه صعوبة تسويق منتجات النحل. تتجاوز دائرة التأثير النحالين لتصل إلى ملاك محال العسل الذين يقولون أن المواطنين عزفوا عن شراء العسل ومشتقاته بفعل الضائقة المالية التي يمر بها الناس، حيث يتكدس العسل في محلهم وترتفع أسعاره بشكل كبير، كون النحالين يبيعونه بالريال السعودي مما يجعل أسعاره في الزيادة مستمر. الحرب الآن تأثرنا كثير، تقدر تقول يعني 70-80% متأثرين الآن من بعد الحرب، خاصة بالسوق المحلي والسوق الخارجي. يعني الآن أصبح الإقبال على العسل قليل، يعني يمكن 10-15% بالنسبة للسوق المحلي، لكن السوق الخارجي يعني تقدر تقول 5% الإقبال على المبيعات حق العسل. ولم تتوقف التأثيرات عند النحالين في تعز فقط، بل امتدت إلى كل محافظات الجمهورية حتى تلك المحافظات التي لم تصل إليها الحرب. أخطار تهدد واحدة من أعرق المهن التي اشتهر بها اليمن قديما وحديثا، وتدمر مصدرا مهما من مصادر الدخل، معرضة العاملين فيها للهيب والحاجة والمعاناة. طه صالح لبرنامج أسبوع البلد، تعز.